معنا وبدأ. شو بدك؟ أنا ما تعودت أكلم أحد من ورا حاجز. افتح الباب ولا أكسره؟ الله يخليك يا أبو بدر، الولد نايم هلا بتفيق. أقول لك افتح الباب. الله يخليك يا أبو بدر، خليه لبكره. تفتحينه ولا أكسره؟ هات الولد، قدرتي تخشينا عني وهو في بطنك، ما تقدرين تخشينا عني وهو يشم الهواء. كبر عقلك يا أبو بدر، يعني لو بدك تاخده. هات الولد، لا تطلعيني عن طوري. أبو بدر لا تعلي صوتك، الله يخليك، هلا بيفيق. هات الولد. بوس إيدك يا أبو بدر، الولد نايم، لا تعلي صوتك. هات الولد. هات الولد يا نورة. هات يا حبيبتي، لا تخافين، تطمني. هاتي. ما شاء الله، تبارك الله، راح بدر وجا بدر. سجن الدنيا تاخذ وتعطي. صاير انبوكنا؟ نعم زيد، احنا عندنا شيء مباق اساسا. باكو المسجلة ولا شرطة؟ هذه ريحة المرحوم. حتى القواط اللي تعبنا نجمعهم ليلة بيوم باقوهم؟ لازم نبلغ الشرطة. المسجلة ولا شرطة ترجع، يعني ترجع. ما يحتاج نروح الشرطة، أنا عرفت الحرامي. عرفته؟ إيه عرفته زين ما زين، هو ما غيره، ما يسويها غيرك يا حرام القواطي. هدى يا هدى، أتشوف طابت لك رقدة الصالة؟ راحت علي نومات، ما حسيت بروحي إلا الحين. هذه ما أول ليلة، مو حياتك الحين، صارت السهر طول الليل ورقاط طول النهار. يعني إيش تبين أسوي؟ أنت ترقد مبكر لأن وراك شغل، أنا شو رقد من وقت؟ إيش عندي؟ بعدين ما ظنيت رقدت لهالدرجة مضايقتك. أدري إن ما وراك شغل، بس وراك زوج. سألتي نفسك أنت، أطلع من الصبح متريق ولا على لحم بطني؟ أبوي لما يدش هني ويشوفك راقدة هني، إيش بيقول؟ بيقول تعبانة؟ لا، بيقول إحنا مزعلين. هذا انت طول عمرك تفكر في الغير. طلعتني من الشغل خايف من اللي في الشركه، والحين مو براضي ارقد في الصاله خايف من ابوك. هذه مو بعيشه. اكيد مو بعيشه، ولا الواحد ولا يستحمل تصرفاتك هذه. تعبت، تمللت، اذا ظلت على هالحاله اكثر بتعب اكثر. Thank you.
المعذورة. من يوم فقد المرحومة تغيرت أحوالك. أنا حسيت قبلك بإحساس فقد الأم، وأعرف شنو معنات الدنيا بلي أم. أنت تعرفين رأيي زين بهالسالفة يا يمة. يعني ولا واحدة من هذا لا عجبت؟ حرام عليك يا ولدي، العمر يمضي، كل واحدة منهم استقرت في بيت. ودي أشوفك مستقر ويا زوجة قبل لا عيون تفارق هالدنيا. يمة، إذا حملي عليك زايد بخفف عنك، ولا مستعجلة تبين واحدة تيجي هالبيت علشان تخدمك وتشوف طلباتك؟ عمري يا ولدي ما اشتكيت ولا استمليت من خدمتك، أخدمك بعيوني، ودال ما شالتك الأرض أحطك فوق راسي. بس يا ولدي إلى متى؟ ودي أشوفك متزوج مستقر في بيتك. الرجال إذا ما تزوج في سنك يتزوج متى؟ يتزوج وهو عود؟ بدل ما يخدم أولاده ويربيهم هم يربونه؟ ما تتذكر أبوك الله يرحمه كان وده يشوفك متزوج وشيل أولادك على إيده؟ ما تتذكر؟ وانت تدرين يا يمه ان احساسي بهدى ما هي صفحه في كتاب اقراها وتصفح غيرها. هدى الكتاب كله يا يمه. خير يا هدى؟ صاير في شيء؟ من اتصلت وقلت لي انك جاي انا قلبي حاس في شيء. ابوي في شيء؟ صاير شيء؟ ابوي ما في شيء، بس أنا كنت بتكلم معاك في موضوع خاص فيني أنا. خاص فيك؟ خير إن شاء الله. المكان مو مناسب عشان أتكلم معاك، تعال معي وأنا أفهمك الموضوع. زين عيل، بس أقول حق غسان إني بطلع وبرد لك. يلا انطرك. إنزين هاي القهر، إحساسي يقول اللي باقي العشة هو ما غيره. وإذا قبضناه خلى علي وأنا براويك فيه. اللي بتوبه اوعدك اذا صدناه ما ننام الليل الا القواطي والمسجله في العشه. تهكب نصيده وين بيروح يعني؟ لو اقلب عليه الديره فوق تحت وصيده. اكيد انت خربتي، اكيد ينيتي، ولا اكو بنت صاحيه ترفس النعمه بريولها؟ العز اللي انت فيه كل بنت تتمناه، ايش فيك انت؟ فقلتها يا ناصر، تتمناه اي بنت الا انا. انا اتمنى اعيش في عشه واكون مرتاحه وبالي مرتاح، ولا اكون عايشه في قصر احس روحي ضايعه فيه. اللي قدامك الحين يا ناصر مو هدى، اللي قدامك خيال واحدة اسمها هدى. وعيشة العشة هي اللي بتريحك؟ طول عمرك عايشة بالعشة انتي، شو استفدتي؟ بعدين تعالي انتي، غيرك مقصر معاك بشي؟ يا ريت يا ناصر، عشان قلبي ما بيعورني كذي. هاي الاخبار اللي راكب راسك من شنو؟ مو بقادر احبه. انا ادري ان خالد اي واحدة تتمناه، بس ما قدرت، حاولت وما قدرت. شو أقول لك يا ناصر؟ عيل زوجك عندنا حق. الحين أنا عرفت الخشيش الأشياء عند بيتكم. لا يا ناصر لا، لازم تثق فيني. أنا ما كنت أدري بيئيته ولا أدري عنه، بس أنا ما أقدر أعيش مع خالد. إن قعدت معه أكثر بعذب نفسي وأعذب روحي أكثر وأكثر. وتبيني أساعدك وأصفق لك على خراب بيتك؟ سمعيني عدل يا هدى، شيلي هالإخبال هذا من راسك، وأنا بعتبر اللي سمعته منك كأني ما سمعته. وخلي في بالك ان هالشيء اخر شيء تفكرين انه يصير.
في القرش ابو بدر لو سمحت. مشكور. شو اشوفك قعدتي واسترطبتي، شو مفكره حالك صرتي واحده من هالبيت؟ انا شفت ناس دمها بارد في حياتي، لكن مثل هالبرود عمري ما شفت. قعدي يا نورا. ايش فيك يا اخوي؟ نورا الحين صارت واحده منا وفينا، ولازم تقعد معانا وتاكل. عليش بالعافيه انت وياها، مدام صارت واحده من هالبيت تغدى وخذوا راحتكم استانسوا. ومطرح ما يسري يهري، سديت نفسي الله يسد نفسكم. ما يخالف يا نورة، ما بيش تاخذين في خاطرك. إذا هما مو حاسين إنك أنتي صرتي وحدة من هالبيت، مرد الأيام بتحسسهم بهالشي. بس عشان خاطري يا نورة، ما بيش تسألين عليهم ولا تشيلين في خاطرك. عشان خاطري أرجوك سامحيني، رفع صوتي عليك وغلطت بحقك. أنا مسامحت إنك دنيا آخرة يا ولدي. قلب الأم أمره ما يكره، والأم ما تشيل على ضناها أبدا. أنا كل اللي أبغي بهالدنيا إني أشوفك مرتاح البال ومتهني. تسلمين رضاك. أنا يا عائشة ماني زعلانة من أبو بدر، أنا مرته وبعرفه منيح، وبعرف إنه لساته زعلان مني. بس اللي حارق لي قلبي إنه لما قام عن السفرة قامت حنين هي كمان وتركت الأكل. نورة حبيبتي، أنا ما بي أتكلم باللي صار، بس أبيك تعرفين شيء واحد، أن البيت هذا بيت ولدك بدر، يعني بيتك أنتي. وأنا اللي أعرفه أنك أنتي حاربتي علشان أي بدر لهالدنيا. ما بيك الحين تضعفين يا نورة، وكل شيء يهون صدقيني. بس حبيت أقولك لا يتربى بدر بين بيتين. الله يجبر بخاطرك يا عائشة، ما بعرف كيف بدي اشكرك شو بدي اقلك، بس اللي بعرفه انه انا لولاكي ما بعرف شو كان صار فيني. لا يا نورة، انا ما بدي تشكريني. اللي يستحق الشكر صاحبة البيت هذا، صاحبة البيت ام بدر. ام بدر قبل لا تموت وصتني عليك. انتي دين في رقبتي يا نورة، تعرفين يعني شنو دين؟ سهام؟ خالد شلونك؟ شو تسوين هني؟ واحدة من صديقاتي اليوم عيد ميلادها فعزمتنا هني. ديري بالك على روحك. انا تاخرت على البيت. سلم على هدى وايد. باي. يا ربي ايش سويت انا؟ خالد من وين طلع؟ يا
رب استر يا رب. حبيت انور افكارك واقول لك ان اللي قتل ولدك بدر هو انت يا ابو بدر. انا تحملت كل شيء، انسجنت بلطيشك وتهورك، انحرمت سنين من ريحه اهلي. انا تحملت وصبرت وضحيت بحياتي وسعاده بيتي علشان حياتك وسعاده بيتي. انا سكت علشان احفظ صورتك قدام زوجتك وبنتك. سهرانة للحين ما رقدتي؟ أخبرك تنامين مبكر عسى ما شر. مو جايني رقعت. ها إيه مو بيايك رقعت. خير عسى ما شر، عسى ما حد داس لك على طرف في المدرسة. يا ليت المعاملة والاحترام اللي ألاقيهم بالمدرسة ألاقيهم بين جدران هالبيت. إيه انت اللي ملاقى الاحترام في هالبيت ولا انت اللي تكسرين كلامي في هالبيت؟ من هو بقى ما وقفتي معاه ضدي؟ ولد عمنا الحبيب ولا المرحومة؟ حتى نورة مقويتها علي. انا اخاف باكر لو اي ابدي اربي بنتي تخلينها تكسر كلامي. ايش تبيني اقول اكثر؟ ولا من وين نبتدي حسابنا مع بعض؟ انا ساعات اشك انك اختي من امي وابوي. وليش تشك يا اخوي؟ لاني ما اقول لك كل اللي تسويه عدل؟ من المفروض يشك في الثاني؟ انا ولا انت؟ انا ما راح ارد ورا. كفايه اللي سويته في زوجتك اليوم. في ريال يعامل زوجته كذي؟ حتى بنتك علمته شلون تتعامل مع الناس مثلك. انت ما عندك احساس ولا خلاص صار عندك العود والصغير مثل اليهالو اللي تعلمينهم عندك في المدرسة؟ هذا صح وهذا غلط. ذبحتيني؟ هذا عيب، هذا غلط. احد يعامل مرتب هالطريقة؟ ليش ما تنفذ وصية المرحومة؟ متى بترد البيت؟ ما باقي لها ثاني. متى بتشرب قلاص الحليب قبل ما تنام؟ ابلا 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 عمتك فرحانين. شفت سهام داشة هالفندق؟ أنا استغربت لما شفته هنا في ويب مثل اللي أنا شفته فيه. وما عرفت شو اللي موديها هالفندق؟ اللي عرفته منها إنها هي معزومة على عيد ميلاد صديقتها. شنو حسيت من كلامها؟ حبيبتي أنا مو مكذبها، وبعدين انا مو جاي افتن عليها، بس انت عاد عارفه الناس ما لهم الا الظاهر، واختي سهام مثل اختي، وانا ما ابي اي انسان يجيب سيرتها بشيء ناقص. يعني ما تبيني اخاف عليها؟ مو بحنا اهل؟ بعدين انا لو شاك بشيء كبير شرحت حق عمي ولا ناصر. انت مو غريب يا خالد، سويت اللي عليك واكثر. خاطر اعرفه يغار من خش. هم بيروح منه حرام القواطي هذا. اردنا بنصيده وساعتها. اخ وين بتروح يا حرام القواطي؟
حرام القواطي. خلى علي وانا براويك فيه. مرة ما بتفلت الحرامي. تباعد يا فوزي. خلي بطلع اول حالات المسجلات. مو بس المسجلات، انا اللي بتوبة هالمرة. يبين في شيء السعد، ولا عاد عند النقطة البيضة اللي تتحكى عنها. إذا في أحد ضر وليد في يوم فأنت أكثر واحد ضريته. ناس وايد تنولد وتعيش وظروفهم أصعب منك، لكن مو بضعاف من داخل مثلك. عقب اللي شفته منك الليلة ما بتركك تشوه وليد اكثر ما شوهته. وانت شكو؟ انا مو بقاصر محتاج وصايتك ولا وصاية غيرك. واذا انت حاب تأدب وتربي روح على عمرك الكبير هذا وتزوج وتجيب لك عيال ربيهم على كيفك ومزاجك. لاني اعتبرك ولدي فبأدبك لما تغلط. Thank you.
سامحني يا وليد، سامحني لأني قاعد أشوف فيك جيل قاعد يضيع، واللي حواليك قاعد يتفرج. سامحني، سامحني يا وليد. يبا أنا بروح عند منيرة وبذاكر عندها، إذا تأخرت لا تحاتيني. تأمرني على شيء؟ اللي أمر عليه إنك تديرين بالك على حالك، ما بيجي تأخرين في بيت رفيجتك. أخف خوش ناصر يرد وما يشوفك البيت. إن شاء الله يبا، تشوفك على خير. الخير بوجهك. صار وكاله من غير بواب. عمتي ايش تقصدين؟ زين زين انك ذاكره ان لك عمه في هالبيت، والمفروض انك تستاذنين منها قبل لا تطلعين. اشوف كل واحد في هالبيت قام يسوي كل شيء على كيفه وعلى مزاجه. انت نسيتي ان امك وابوك وصيني عليك؟ امي وابوي وصوك عليه صح، بس ما وصوش تحبسيني في البيت 24 ساعه. اذا هالطلعات ما لها لازمه بلاها، أنا أقول لو تطلعين فوق غرفتك وشوفي اللي تشي الذاكرين أحسن. أنت ما تقولين ليش تأخرتي؟ قعدوا قعدوا، ألا ما في طلعة؟ يا يا متأخرة بعد ما بنطلع. قلت لك قعدوا قعدوا، اليوم ما في طلعة، اليوم نذاكر صج. صار لنا مدة من طلعنا آخر مرة، ويوم اللي توعدنا فيه تكنسلين الطلعة. حبيبتي أنا ما بعطي أختي هدى السكين اللي تحتها على رقبتي. أختك هدى؟ إيه أختي هدى شغالة علي دورية حراسة، تشوفيها قاعدة تراقبني، إذا ما تصدقيني طلع من الدريشة. شفتي؟ انت ايش فيك ما تفهم؟ اقول لك كنت بيك بس ما صارت لي الفرصه. يعني شو اسوي اقطع هدومي؟ ما
اوكي عزيزتي، كلمك بعدين، مع السلامة. عمتي صار لك مدة واقفة عند الباب، ما تحتاجين اذن عشان تدخلين. عرفتي الحين ليش ما خليتك تطلعين من البيت؟ مو بس قلبي كان حاس، شوفي عيونك فاضحتك، مو قادرة تخشين اللي بداخلك. انا كنت متأكدة انك تشوفينا وتكلمينا من ورانا. انا يا عمتي، انتي شنو؟ انتي مو حنين اللي نعرفها، ما تعودنا منك الكذب. انا ما تعودت اكذب عليكم. الكذب كذب في شيء ولا اشياء؟ تقدرين تجين معي شركة الاتصالات وتشوفين الارقام اللي انتي تتصلين عليها والارقام اللي تيج، ساعتها بس راح تعرفين انك مو حنين، مو حنين اللي كانت تفتح قلبها لعمتها قبل الغير. انا بعد في عمرك حبيت، بس انا ما كنت خايفة وداري واكذب مثلك. تدرين ليش؟ لان حبنا كان واضح، والحب الواضح ما في شيء يخلينا نخجل منه ولا نداريه. اختفت العش يا فؤاد، ما بقيت الا انت. ايش بتسوي؟ ولا وين بتروح؟ وفي مكان غير علشان تروح ليه؟ شلون بقدر اتحمل القعدة هني من غيرك يا شاب، من غيرك يا وليد؟ شيء غريب، شيء غريب